هلا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، وين رح نروح سمار؟ أكيد يا سالي، وصلنا لفقرتنا الأخيرة. كتير أسئلة بيطرحوها العالم والمقبلين على الزواج، اللي تجهيز بيوتهم، كمان يلي حابب يجدد فرش بيته. كيف لازم نختار القماش المناسب لبيوتنا، البرادي والمفروشات؟ شو لازم ناخد بعين الاعتبار؟ نصايح أكيد وأسئلة رح نطرحها على مهندسة الديكور رولا حداد. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. صباح النور. أهلا سمار، وسهلا. أهلين أهلين سالي. يسعد صباحك رولا. يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي عن الديكور، شو الإنسان بيحب يكون بيته، خاصة اللي هلأ بدهم يتزوجوا، كيف بدهم يدكروا بيتهم. حكيتي كلمة كتير مهمة تحت الهواء، قلتي لي يمكن هلأ أنت بتحبي الشيء البسيط، ولكن بس يكبر الإنسان بتغير ذوقه تماما. خلينا نحكي عن الديكور بشكل عام، عن الأذواق المختلفة، وأنت كمهندسة الديكور قديش بتعاني أحيانا؟ هلأ أنا بيجيني زباين مختلفين، كل واحد ذوقه شكل، وكل واحد بحب ستايل شكل ببيته. انا بدي امشي معهم، بس طبعا بدي امشيهم ضمن القواعد الاساسيه، وضمن شيء البادجت تبعهم يكون مناسب، يعني ما يدفعوا كتير بمقابل انه هن فيهم يعملوا اشياء بسيطه وحلوه ويطلع البيت كتير مهضوم. اكيد دائما مثلا الواحد اذا بده يروح يعمل بيته بيقولوا له مثلا عندك خيارات، ممكن يطلع جيد، متوسط، او يمكن يطلع ممتاز. شو انت كيف بتنصحي العالم؟ لا شو الخطوة الأولى اللي عملوها بس يقرروا يجددوا بيتهم؟ شو القماش الصح اللي يستخدموه؟ هلأ كتير بتلاقي عالم بتوصل على محلات القماش ما أنا عارفانة شو بدها تعمل. مزبوط، ما عارفانة من وين بدها تبلش، وما أنا عارفانة، وكتير في بياعين هون بيستغلوا هاي القصة. يعني بيصيروا بيقولوا لك مثلا الشباك عندك عرضه 4 أمتار، لازم له مثلا قماش 18 متر، وهو بيكون بده بس 12 متر، لأنه على طول نحنا في قاعدة كتير أساسية أنه نحن نضرب عرض الشباك بثلاثة. فهون مثلا إذا عندك عرض الشباك 4 متر، هي ماكسيموم، يعني عم بحكي فيلايات وهيك، فبيجي الفوال أو الأورغانزا إذا فينا نقول القماش بنضربه بثلاثة، فأنت بدك بس 12 متر للشباك. في كتير قواعد كمان أساسية لحتى أنت تختاري القماش. ما فيكي تروحي تجيبي مثلا قماش قطن كتير خفيف تحطيه مثلا بأوضة قاعدة فيها أولاد، بيوسخوا بينططوا على القمايش هاي، او تحطي انت قمايش حرير وبعد سنة تلاقيها عم تتشقوق. ويعني بدك تعرفي اول شيء النوع، وبدك تعرفي انت الغرفه اللي انت عم تستعمليها لشو استعمالاتها. خلينا نحكي عن سبب اختيارك لهالنوع من القمايش والالوان، سبب اختيار الالوان، وشو موضه 2019 كاختيار الالوان. انا جبت المساطر لانه اهميه القماش بالبيت كتير ضروريه، مثل اي شيء بالديكور، يعني يا بيحلي الاوضه يا اما ببشع الاوضه. لما بدك تجيبي انت قماش له وظيفه، اول شيء جماليه، يعني مثل شعر البنت لما بيكون هو لابق له، لونه لابق له، فهو يا بيحلي وشها يا اما ببشعه اذا فينا نقول. البرادي كتير مهمه انك تحطيها على الشبابيك، ومو كل شباك بنحط له برادي. فانت لما بدك تختاري قماش للبرادي للستاير وتحطيهم على الشبابيك، هون بده يعطي قيمه جماليه زياده على الاوضه، يا بيحليها وبيخليها كوزي ودافيه اكثر، يا اما بتفوتي بتحسي هيك قبضك قلبك، يعني لما بتفوتي على هاي الاوضه انها صغيره او معتمه صايره او معنا حلوه. القمايش كتير ضروري انه نحن نعرف الوزن تبعها لما بنروح عند بياع القماش، ما ضروري نكون مهندسين ديكور لحتى نفهم هاي الشغله. هلا انا جبت لكم هدول المساطر لحتى نشوف الليبل اللي محطوطه عند القمايش. هون بتكون محطوطه هون العرض تبعها، تمام، العرض لحتى توفري انت بالقماش، لانه احيانا بيجي بيقول لك العرض عرضين، فانت هون اذا كان مثلا فوال للبردايه انت فيكي تقلبي الطول عرض والعرض طول اذا ما كان فيه رسمه او اذا ما كان فيه خيط من تحت عم بيشد البردايه لحتى ما تصير تروح وترجع. فهون لما كل ما بيزيد الوزن تبع القماش كل ما بيلقى دعك اكثر. الوزن القماش هو الخيوط، قد ايه في عدد خيوط وقد ايه في عدد غرزات هالقماش بالسنتيمتر المربع. يعني بتلاقي احيانا قماشه لونها بيج، تمام، بس هي القماشه البيج اذا بتدققي فيها كتير منيح بتلاقي في خيطان بني مارقه فيها، بس عدد هي الخيطان البني هي اقل من الخيطان البيج، بس هي لونها بيج.
هي بتلقى دعك اكثر من اللي القماشه اللي فيها بس خيطان بيج لحالها. يعني رولا خلينا نحكي عن التفاصيل الصغيره اللي ممكن تعطي جمال للغرفه، احيانا ممكن تنزعها. بيكون الديكور كثير حلو، ولكن مثل ما حكيتي مثلا شكل البردايه لا له شيء محدد، لغرفه النوم شيء، مثل ما قلتي للمطبخ نحن ما فينا نحط ساتان. خلينا نحكي قديش هدول التفاصيل ممكن يمنحوا جمال للبيت، وممكن احيانا قد ما كان جميل البيت ينزعوا تفاصيله. صح. هلا بتلاقي عروس جديده مبسوطه بدها تعمل بيتها، فهي بدها تعملها على طريقه البردايه مثلا، بدها تعملها على طريقه امها او على طريقه حماتها. تماما. بتقوم بتحط المخمل، درب مخمل اول شيء، بعدين درب مخمل ثاني من على الاطراف، كلفت حالها زياده بالقماش، وبعدين بتلاقي عملت دربيه فوق، يعني هدول اللي بيكونوا هيك مايلين برقع بيقولوا لهم. بعد فتره او بعد شهر ببلادنا الغبره والتراب بتلاقيهم تغبروا، فبدل ما يكون البردايه حاططها لحتى تحلي الشباك تبعها، بتصير مثل الهم على قلبها انه انا كيف بدي اجي نظفهم، كيف بدي اشيل الغبره عنهم، بتصير تتصل باللي ركب لها البرادي، تعا فكهم وتعا اغسل لي اياهم وظبطهم ورجع ركبهم. كلفت حالها مرتين او ثلاث مرات زياده. فهون الموضه تبع البرادي صارت تتجه اكثر شيء لانها تكون سمبل اكثر او بسيطه اكثر، بس بنلعب هون بتقل القماش او برسمه القماش، واذا فايت فيها لون كثير قوي وضاوي وعاكس جمال الاوضه. خلينا نحكي عن القماش الدارج للصالونات لغرف النوم مع الالوان المناسبه. هلا موضة 2019 هي اللون الكورال اذا فينا نقول، او المرجاني اللي كثير فاتح، اللي هو هلا عم نشوفه بفساتين الاعراس، فساتين السهرات، حتى ب فينا نقول الاكسسوارات اللي داخله نحن بنلبسها فوق الفساتين، فهو المرجاني الفاتح مع اللون اللي كان دارج بالشتويه اللي هو هذا اللون الازرق، فينا نقول البلو يعني البحري الخفيف. فهدول اللونين مع بعضهم هن اللي دارجين هاي السنه. بالنسبه لموضه الصالونات او حتى اوض القعده، حسب ست البيت شو بتحب. يعني انا ما فيني اجي الا لست بيت فرشه بني غامق، لا بدك تشيلي كل البني الغامق وترجعي تحطي. بس فيكي تنصحي لانه مهندسه الديكور دائما عندك بتكون لمسات خاصه، مثلا طبعاً. فيكي مثل ما هلا عم بيقولوا مثلا الغرف النوم الاحلى بتكون مثلا الخزن تبع كلها مرايا عم بيكونوا هيك عم بيضيفوا لمسه خاصه. شو هي لمستك والاضافه تبعك كهندسه ديكور على فرش البيت؟ هلا انا على طول بنصح الزباين انه بس تجوا تفرشوا انتم بيتكم او تجددوا بالقماش تبع بيتكم، نقوا الصوفة تكون سادة. تمام. لأنه على طول نحن عنا زهق وملل من الفرش تبع بيتنا، على طول تحسي أنه لازم تجددي ولازم تحسني أكثر وأكثر. فأنتي هون لحتى تكلفي حالك أقل، جيبي القماش تبع الصوفة يكون سادة، وغيري بالمخدات أو التكايات اللي محطوطة على الصوفة. يعني هون فيكي مثلا يكون عندك لنفرض الصوفة من هذا اللون. تمام. وتجي انت تحطي لها مخدات هيك داخل فيها اللون البني. تمام. البرادي ساعتها هون يا بتحطي هون على رمادي فاتح من 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 الالوان الخيطان اللي داخله بالقماش، بدرجاتها اغمق شوي افتح شوي حسب الاوضه اذا بدك تكبريها او بتصغريها. هون بدنا نحط بعين الاعتبار مساحه الغرفه. أكيد. وبتلعبي كمان بالمخدات، انك تجيبي كمان مخدات انواع ثانيه مثل الساتان مثل الحرير داخله من هدول الالوان وتحطيهم. ساعتها مليتي فيكي تقيمي مخدات ساده، تحطي مخدات مزركشه، ترجعي تشيلي مقلم تحطي مورد هيك، بتضلي عم تجددي وما بتكلفي. يمكن الحيطان ايضا بتلعب دور. صح. باللون الحيط، احيانا بيكون اللون الحيط على لولي مثلا ممكن يتناسب مع هذا اللون المريح للنظر، هو لون الموضه المرجان. قديش كمان بتهتمي بتفاصيل ايضا كيف بيكون لون الحيط ليقدروا يحطوا فرش؟ مو شرط انه هن يحطوا لون الموضه اذا كان لون الحيطان عاملينها غير. طبعاً. قصه. فخلينا نحكي عن هيدا النقطة رولا، ونوضح لمشاهدينا قديش مهم أيضا يكون كله متكامل مع بعضه ليطلع آخر شيء المنظر الجمالي. يعني أنا رح أقرب لك ياها، نحن لما بتنزل موضة كل سنة بالتياب. تماما. ما ضروري كل البنات يلبسوا من هي. صح. الموضة، لأنه في منها ما بتلبق لون. نبني. فلما أنت بيكون عندك بيتك وأنت بدك تغيري فرش البيت ما ضروري تلحقي الموضة، لكن فيك تزيدي أشياء كتير بسيطة وكتير ناعمة على بيتك لحتى. نعم. تلاقي مين ما فات علي يقول لك شو هالبيت المرتب، شو هالبيت الحلو طالع من المجلات.
فهون انا كتير بنصح شغله انه لما انت يكون عندك حيطان، احيانا بيكونوا بتلاقيهم حاطين بيبان او ورق حيطان مقلم وبيرجعوا بيحطوا مخدات مزركشه، والقماش تبع مثلا القماش الاساسي تبع الصوفة هو مزركش وهو مخطط ومنقط، والسجاده بترجع كمان فيها نقشات، وتلاقي كل الدنيا تحسيها سلطه، يعني ما بتحسي فايته انت على بيت مرتب او مريح للنظر. لهيك نقي النقشات تكون بس بمخدات او مثلا بحيط واحد بقلب الغرفه، وخلي الباقي كله ساده بس كله ماشي من نفس الروح ونفس اللون. هاي نصيحه كثير مهمه يمشي عليها. طيب شو بتنصحي للغرف اللي مساحاتهم صغيره؟ شو ممكن تتصرف ست البيت لحد ما انه تكون مريحه للنظر بس تشوفها؟ والفرق بين القماش الصيفي والشتوي شو هو كمان؟ هلا اول شيء لحتى يكون الاوض اكبر فانت بدك تفتحي الوان الغرفه. طبعا. يعني ما معقول تكون غرفه صغيره تجي انت تحطي لها كنبايات سود، فيك تحطي كنبايه واحده سوداء او كنبايتين البريجيرات اللي بكونوا على طرف هنا تحطيهم سود، بس مو الاساسيات، ومو كل الفرش تفوتي تلاقي اسود او كتير بني غامق لانه بتصغر الاوضه. فهون انت بدك تحطي اللون الفاتح وتدخلي اللون الغامق اللي انت حاببتي بالمخدات، بالثرول اللي محطوط على او الغطاء اللي فينا نزلته على الصوفايه، او حتى بالاكسسوارات اللي انت بدك تزيديها على البيت. كل ما بدك تفتحي تكبري الاوضه انت بدك تفتحي الالوان. والبردايه في منهم بتلاقيهم حاطين فرش بيج وكل شيء، بعدين بيجوا حاطين لك مثلا بردايه بني او رمادي غامق مغمه وحجبه الضوء تبع الشمس، فهي هون عطت هيك صغر للاوضه. بتلاقيهم كمان انه ايه ماشيين هن على القواعد وحاطين مرايه مقابل الشباك عشان تعكس الضوء، لكن البردايه اللي حطوها على الشباك هي حجبت هذا الضوء، والمراية ما عاد لها وظيفة أبداً أنها تكبر المساحة. تماماً. يمكن بتحتاري أحياناً بين ذوق الشب والبنت بيكونوا جايين ينقوا بيتهم فبيقول لا هيك هون، لا هي هون، آخر شيء أنت بتكوني الحكم بين لا هي هون. أكتر شيء هي اللي بتربح بالآخر يعني إجباري. ياما ياما كابلز بيجوا مثلاً بتلاقيها عملت أوضة النوم روز وأنا ما قدرت غير فيها ولا أي شيء ولا شيء خلاص تكون عنيدة وخلاص هي الزبونة اللي ما بتحكى معي بتأثر عليه بدي هيك بدي هيك خلاص عملي يعني لا بس هلا في منهم خلاص بيعرفوا انه يعني فينا نغير له ذوقه انه لا حطي مثلا تكاية. طب ليش جاي عند مهندسة الديكور اذا بدها تعمل روز يعني ما في يعني خلاص هو ذوق هو ناس طبيعة يعني. لكن في كتير نسوان اجوا لعندي وعروسات عملوا اوض نوم حطوا مثلا كنباية لنفرض مخمل لونه روز فاتح ودخلت فيها مخدات فيها مورد ناعم وظلت الاوضه بيج ورمادي فاتح وهدول الالوان، بس هي دخلت اللون اللي هي بتحبه وما استغنت عنه ابدا فما فيكي يعني هي شغله اتفاق بيناتهم انا ما دخلني دائما عم شوف قصص جديده بخص هندسه الديكور بالموضه. هلا بالبيوت عم بيحطوا على الحيط هيك اشكال صحون كثيره بتكون مثلا حيط واحد، شو رايك بهي الموضه يعني حلو الواحد يستخدمه هلا لبيته اذا عنده بيت جديد بده يفرشه جديد يعمل هذا الديكور ولا لا تنصحي؟ هلا ليكي هلا لما انت بيكون عندك اكسسوارات بالبيت وبدك تحطيهم، فلنفرض انت عجبتك فاز صغيره تمام، وهلا دارج الفاز اللي هو ساده ساده ما فيه اي شيء بس انت بتحطي كم ورده فيهم او بتحطيهم فازات لحالهم تمام، حتى الصحون اللي على الحيطان. لكن هون في قاعده كثير مهمه انه اذا بدك تجيبي تحطي فازة او تحطي صحن خليهم بعدد مفرد يعني يا 3 يا 5 يا 7 يا 11. شو السبب؟ هيك هذا الرقم السحري بعالم الديكور لانه انت لما بتطلعي بمجوز فانت بتملي 3 بتحسي انه لا لسه انت مشدوده لهذا الشيء وبترجعي بتطلعي عليه مره ثانيه، هي نفسيا بعلم الديكور نحن بندرسها. وبتزيدي انت نفس الشيء يعني بتحطي كتب مثلا حد بعضها فهنا بيلفتوا نظر، كادرات صور حد بعضها فهنا بيلفتوا نظر، وكمان الصحون على الحيطان حد بعضهم فهنا مجموعه كامله من نفس الروح لفتوا نظر من دون ما انت يعني يلي حابب يعملهم انه كثير حلوين عم بيعطوا لمسه كثير حلوه واضافه رائعه للبيت. بالنهايه هي ذوق. اكيد هي ذوق. اكيد بنتشكرك لوجودك معنا، نتمنى لك اكيد التوفيق رولا. اهلا وسهلا. اكيد كل التوفيق. عالم الجمال هو عالم واسع، عالم الجمال مو بس بالوجه ولا اللبس وايضا بالتفاصيل الصغيره يلي ممكن تعطي لحياتنا
ابتسامة وتفاؤل بس تفوتي على البيت تلاقي طاقته إيجابية. شبيه هيدي صح. التفاصيل يلي حكينا فيها معك رولا حداد، شكرا لوجودك شكرا معنا. لكم.